باشمهندس لؤي، احنا دلوقتي في منظومه انتاج الغزل الرفيع ضمن هذا المجمع الضخم. احنا دايما كان عندنا مشكله في انتاج الغزل الرفيع اللي بيدخل في انتاج احسن انواع الاقمشه واحسن انواع الملابس. فازاي قدرنا نوصل بالتكنولوجيا وبالانتاج ان احنا نوفر كميات من الغزل الرفيع في مصر؟ احنا فندم عندنا هنا في مصنع الغزل الرفيع بنستخدم افضل انواع القطن في العالم، اللي هي القطن الجيزه المصري اللي بتنتج ارقى وانعم خيوط تستخدم في الاقمشه الفاخره والقمصان الفاخره ذات السعر المرتفع جدا. بتبتدي هنا التصنيع الحقيقه من وصول البلاد من المحالك الى المصنع الى مخازن الشركه. عند وصولها كل بالة على حدة بتتحلل وتختبر وتقبل أو لا تقبل من حيث الخواص الميكانيكية، الخواص الفيزيائية بتاعة الشعيرات. بالة بيبقى لها باركود ولها شخصية ولها رقم، بحيث ان احنا نخلط دايما ونثبت الجودة على مدار الانتاج على مدار السنة. خلينا نقول برضه يا باشمهندس انه ده ارتبط بتطوير المحالك، فبيجي لك القطن الى حد ما افضل جوده من السابق. يعني القطن جودته الحقيقه جودته ممتازه. احنا بالصدفه عندنا جيزه 86، لكن احنا لدينا عندنا في المخازن برضو جيزه 92 وجيزه 87 اللي هو بيوصل لاعلى نمر خيوط ممكنه في العالم كله. بعد سيادتك اختبارات القطن، اختبارات البلات، بترص البلات في خط التفتيح اللي هو بداية المصنع. برضو معلش أقول لحضرتك، المصنع من الأول بيتكون من ثلاث أقسام: قسم التحضيرات، قسم الغزل، قسم التدوير. احنا هنا في بداية التشغيل في قسم التحضيرات، وفي بيتم تنظيف القطن من القشور وتقليل وزن الخصلة لإمكان التعامل في المراحل التالية في قسم الكرد والسحب والتنشيط وصولا إلى الغزل. طيب ليه كان دايما عندنا مشكله في انتاج الغزل الرفيع؟ الغزل الرفيع الحقيقه هو، خليني اقول لحضرتك ان هو صنعه. اولا احنا ما كانش عندنا مصنع بالشكل ده. المصنع ده احدث ما وصلت اليه التكنولوجيا في العالم. عندنا افضل مهندسين وفنيين وعمال انتاج، وده ما كانش متوفر في اي في المصانع. يعني كانت مشكلتنا في نقص التكنولوجيا. مشكلتنا ان احنا نجيب التكنولوجيا دي والناس تشغلها. تمام. دي كانت مشكلتنا. الحقيقه احنا بدانا المصنع، بدانا الانتاج، والشغل بتاعنا يعني عايز اقول لحضرتك برضه الشغل اللي بنعمله ده قليل قوي اللي بيعمله، او يعني على مستوى العالم يتعدوا على اصابع اليدين اللي بينتج الخيوط الرفيعه دي من 80 فما فوق. قدرنا الحمد لله نشغل وننافس، جودتنا عاليه جدا والطلبات عندنا سواء تصدير او محلي طلبات كبيره جدا. طب هو الغزل الرفيع نفسه انواع او درجات؟ احنا بنتكلم من خيط 80 فما فوق لحد 160. الخيوط دي اللي بيشغلها او النساج اللي بيشغلها بياخدها مننا النساج اللي هو في الخارج، او طبق الخطه التاليه هننسج هنا عشان نعظم الفايده من القطن المصري. المفروض ان احنا بنعده كخيوط للتصدير. الفايده الاعظم ان احنا نعمله نسيج ونصدره كقماش، والاعظم منها ان احنا نعمله ملابس او قمصان وتصدر مصر لتعظيم الفايده وزياده العائد الاقتصادي للقطن المصري. طيب باشمهندس، هو ده قطن نوع جيزه 86. جيزه 86. واحنا عندنا الحمد لله انواع مختلفه من القطن المصري. ايوه. فعندنا اختيارات اكتر ان احنا نوصل في الاخر بانتاج غزل رفيع متعدد الطبقات او متعدد الجوده. احنا عندنا لحد من جيزه 86 بننتج لحد خيط 80، وعندنا قطن جيزه 92 او 87 او 45 بنوصل لحد 160 180 نمر انجليزي، ودي نمر عاليه جدا ما بينتجهاش تقريبا غير مصانع قليله جدا على مستوى العالم كله، مش مستوى مصر بس. وطبعا اللي بيشتري قميص مثلا ويكون سعره مرتفع في اوروبا او حتى في اي دوله عربيه، بيكون السعر مرتفع لان الغزل نفسه يعني في درجات من الرفع. خلينا نقول بالظبط كده يا فندم. احنا طبعا القطن المصري ده له شهاده،
وشهادة دي عالمية. ولما بتلاقي حضرتك القميص مكتوب عليه ايجيبشن كوتون وله علامة تجارية، ده بيرفع سعره، ممكن القميص يوصل ل 300 يورو 200 300 يورو، يوصل لأسعار عالية جدا، لأن طبعا الجودة بتاعته تبقى عالية جدا، الجودة بتبقى عالية جدا نتيجة استخدام القطن المصري ونتيجة استخدامه في إنتاج الخيوط الرفيعة المناسبة للمنتج العالي الجودة ده. يا باشمهندس دلوقتي قد ايه قادرين ان احنا نكفي على الاقل طلبات السوق المحلي او انتاج المصنع ده من الاقمشه ذات الخيط الرفيع؟ احنا طاقتنا يوميا 4.5 طن، ودي يعني عندنا طلبات تصدير وحجوزات مثلا لثلاث اربع شهور قدام. ان شاء الله في المستقبل القريب عندنا اكستنشن او توسع باذن الله في الجزء الثاني من المصنع، بحيث ان احنا نضاعف الانتاج ونضاعف المنتج اللي هو عليه طلبات كبيره جدا من العالم ومن السوق المحلي. الطلب ده محلي ولا خارجي؟ الاثنين يا فندم، الاثنين محلي، والمحلي بيبقى قليل شويه برضو للناس اللي هي بتشتغل في حاجات فاين او حاجات فاخره. والتصدير وبرضو اللي بياخد مننا كمحلي مصنع محلي بيصدر القماشه بتاعته. هيعظم اكتر يا باشمهندس الحكايه لما نستخدم القماش نفسه اللي خارج من مصنع حضرتك في انتاج منتج نهائي مصري يكون عليه صنع في مصر ويصدر او يباع في السوق المحلي ونحصل على جوده افضل او اسعار افضل. طبعا طبعا، انت عارف حضرتك فرق كبير جدا ما بين سعر او الربح بتاع القطن من ربح الخيط لربح القماش لربح الملابس الجاهزه. حضرتك بتتكلم في متوالية هندسية، يعني حضرتك في الملابس الجاهزة إذا كنت أو في القطن إذا كنت تكسب 2-3% بتوصل ل 100% في الملابس الجاهزة أو إيفن أكتر. طب يا باشمهندس لما امتلكنا تكنولوجيا إنتاج غزل رفيع، أيوة فندم، ده بيخلينا بعد شوية مع الإنتاج الغزير في مصر نحصل على أقمشة من غزل رفيع رخيصة الثمن إلى حد ما، ولا التكنولوجيا فعلا عاليه فبالتالي هيخرج القماش غالي؟ لا الحقيقه هي التكنولوجيا العاليه دي هي تكنولوجيا عاليه، لكن احنا عندنا مقارنه بالتكنولوجيا القديمه عندنا التكاليف منخفضه لسبب ان العماله يعني المطلوبه لتشغيل الخط اقل بكتير جدا من السابق. استهلاك الكهرباء وده الاهم كتير جدا، استهلاك الكهرباء بقى يعني منخفض جدا بنسبه يعني مقارنه بالسابق يمكن بنتكلموا في 30% من المصانع القديمة.